السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية يؤكد أن ميليشيا الحوثي غير جادة في السلام وينفي وجود أي مباحثات سرية معها. إصلاح تعز يطالب بإظهار التفاصيل الكاملة لجريمة مقتل العميد الحمادي ويندد بالحملات الإعلامية المضللة. تفاصيل الأنباء يتلوها علي عزي، بسم الله الرحمن الرحيم. قال وزير الخارجية محمد الحضرمي إن ميليشيا الحوثي غير جادة في السلام ولا تبالي بمقتضياته ولا التزاماته. وأشار الحضرمي في حوار مع صحيفة عكاظ إلى أنه لم يتم تنفيذ شيء من اتفاق السويد على الرغم من مرور عام على توقيعه، وذلك بسبب تعنت الحوثيين واستمرارهم في رفض الالتزام بما تعهدوا به أمام العالم أجمع. وأوضح الحضرمي أن بعثة الأمم المتحدة المعنية بدعم اتفاق الحديدة على الأرض أصبحت حبيسة ومقيدة بسبب ما تفرضه ميليشيا الحوثي من قيود على تحركاتها ومهامها. ونفى وزير الخارجية المزاعم عن وجود مباحثات سرية بين الحوثيين والشرعية، وقال إن القناة الوحيدة والعملية لحل الأزمة اليمنية هي المسار الأممي. وقال الحضرمي إن اتفاق الرياض خطوة من أجل تجاوز الأحداث المؤسفة ولملمة جهود التصدي للمشروع الحوثي الإيراني، موضحا أنه لن يكون هناك سلام شامل من دون تنفيذ اتفاق الرياض. وأكد الحضرمي أن اتفاق الرياض جاء للحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية. عشرات من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثية الانقلابية سقطوا في عدد من جبهات الحديدة خلال الأيام الخمس الماضية في هجمات يائسة أحبطتها القوات المشتركة. تواصل ميليشيات الحوثي انتهاكات ضد المواطنين. هجمات يائسة شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الخمس الأيام الماضية على مواقع الجيش والمناطق السكنية معا في مديريات حيس والتحيتة والدريهمي ومناطق الجاح والطور بمديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة، ألحقت أضرارا فادحة بممتلكات المواطنين ومزارعهم ومنازلهم، متسببة في نزوح المزيد من السكان. خطأ والله واحد، يعني ما هذا للجبان، يعني ما عندهش إنسانية. ميليشيات الحوثي تقوم بقصف ودمار هياجر ومزارع المواطنين هنا في مديرية التحيتة. قوات الجيش تصدت لهذه الهجمات وكان أغلبها في مديرية حيس، حيث تكبدت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادي ميداني، ولاد البقية بالفرار تاركين جثث عناصرهم في المناطق التي حاولت الميليشيات التسلل عبرها. نحن قوات المشتركة قمنا بتصدي الحوثيين، قام بهجوم علينا في ليلة البارحة وكان عدد منهم من القتلى والجرحى عدد كبير. أمس كان لهم يعني عدة خروق وعدة تسللات، لكن بعون الله دحرناهم وتم دحرهم وتكبيدهم الخسائر الكثيرة. هجمات عبثية أرادت الميليشيات إحراز تقدم ميداني فباءت بالفشل، اتمكنت قوات الجيش من كسر سلسلة هجماتها. عديد من الجرحى والقتلى في صفوف ميليشيا الحوثي، وكما هو دأبهم ومستمرين وفي تكرار الخروقات والهجوم على حشوها، هذه ليست بأول مرة وغيرها العديد والعديد من الخروقات التي تقوم بها الميليشيا بشكل شبه يومي مستمر. نفذت الميليشيات معظم هجماتها قبل وأثناء استئناف لجنة التنسيق المشتركة لإنقاذ ملف الحديدة في محاولة منها لتحسين شروطها في استئناف تحقيق سلام لا يزال البعض يبحث عن سرابه مع ميليشيات أدمنت الموت والخراب.
عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة. اعترفت جمهورية إيران رسميا بتعاونها العسكري المتنوع مع ميليشيا الحوثية الانقلابية. وبحث القيادي الحوثي إبراهيم الديلمي مع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي سبل تعزيز التعاون العسكري بين طهران وميليشيا الحوثي. وأشاد الديلمي بعلاقات التعاون التي تربطه جماعة الحوثي بطهران على مختلف الأصعدة والمواقف والموقف الإيراني الداعم للجماعة. وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى ضرورة تعزيز وتمتين العلاقة العسكرية بين الطرفين. وكانت ميليشيا الحوثي قد عينت في أغسطس الماضي سفيرا لها لدى إيران تتويجا للدعم العسكري والسياسي والإعلامي الذي أعطتهم إياه خلال السنوات الماضية من الحرب، في خطوة قابلتها الحكومة اليمنية بالرفض والاستنكار. دعا التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز إلى إظهار الحقيقة الكاملة للشعب اليمني حول مقتل العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع انتصارا للشهداء وانتصارا لحق أسرته ولتعز والوطن والحقيقة والعدالة. وقال إصلاح تعز في بيان له إنه من موقف مسؤول وإدراك لحجم الخسارة التي لحقت باليمن وتعز بفقدان قائد عسكري له مكانته وثقله ودوره في معركة التحرير واستعادة الدولة. فقد أثر الإصلاح بعد إصداره بيان نعي الشهيد الصمت تاركا الفرصة للجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق بعيدا عن أي تأثيرات جانبية أو الدخول في تناولات وردود قد تشوش على اللجنة وتؤثر على مسار التحقيق وكشف الحقيقة. وأشار إصلاح تعز إلى أن البعض ذهب لتوظيف واستثمار دم الشهيد منذ الوهلة الأولى بتهم ظالمة، وذلك بهدف إرباك المشهد وتنفيذ أجندتهم الخاصة باستهداف الإصلاح. وأدان إصلاح تعز التناولات الإعلامية المضللة والتهم الزائفة التي تعد تحريضا من أصحابها ومن يقف وراءهم ضد الإصلاح وكوادره. وحمل إصلاح تعز الجهات والأفراد التي تنفذ تحريضا ممنهجا وأكاذيب مضللة تشترك فيها جهات سياسية وإعلامية مسؤولية أي ضرر أو اعتداء قد يلحق بأحد أعضائه بسبب التحريض والمحرضين. اختطفت ميليشيا الحوثية الانقلابية الشاب صامد العامري من حيه بمنطقة صالة بتعز، وظل في سجونها على مدى 4 سنوات ثابتا كالطود ليخرج مؤخرا في صفقة التبادل التي جرت بين الجيش الوطني والميليشيا. لم تغيره المحنة ولم تهض له جناح، وما يزال قلبه يخفق بحب الوطن والولاء للدولة والتفاني في خدمة الفقراء. نتابع. كان آخر الواصلين من قبل ميليشيات الحوثي المختطف صامد العامري. اختطف فقط لأنه يعمل بالمجال الإنساني ويساعد الناس. اليوم ولدت من جديد، والشكر أولا لله تعالى ثم لقيادة المقاومة والجيش الوطني في محافظة تعز. وعدت من غياهب السجون في الأمن القومي بعدما استمر اعتقالي لمدة 4 سنوات. كنا وما زلنا وسنظل نراهن على الجيش الوطني المغوار، لأنهم صمام الأمان، لأنهم الدرع الحصين الذي تكسرت أمامه أحلام الميليشيات الحوثية. نحيي الجيش الوطني ونحيي أبناءه، نحيي رجاله الثابتين في الجبال وفي التباب وفي الأزقة وفي الشوارع، وهم يقدمون أروع الأمثلة في التضحيات والبطولات. 4 سنوات من السجن لم تثنه ولم تغير من قناعاته الثورية. ولم ينس صامد أنه ابن تعز محبا للحرية وللدولة وجيشها، ولم يخف كرهه للميليشيات وأعمالها الإجرامية كغيره من أبناء هذه المحافظة التي تعشق الحرية في ظل الدولة. وكان هو الإنسان أيضا المشتاق لأمه وأبيه والطائع لهما. ونحن صايمين في السجون
الحرية عندما تغرس في الصغر، لا يمكن أن تمحيها السجون والتهديدات والتعذيب، فالذهب يظل ذهبا وإن تعرض للنار والإحراق. ألقت قوات الشرطة العسكرية في تعز القبض على سجناء متهمين بقتل مرافقي محافظ تعز في مدينة التربة جنوب المحافظة. وقالت مصادر محلية إن قوات الشرطة العسكرية ألقت القبض يوم أمس على 10 سجناء بعد ساعات من فرارهم إلى مناطق مجاورة لمدينة التربة. وكان السجناء 10 المتهمين بقتل مرافقي محافظ تعز نبيل شمسان قد تمكنوا من الفرار من سجن الشبكة بمدينة التربة في ساعات متأخرة من ليل السبت. نجا قائد الشرطة العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن من محاولة اغتيال عبر استهدافه بعبوة ناسفة في ساعة متأخرة من مساء أمس. وقالت مصادر عسكرية إن قائد الشرطة العسكرية في عدن العقيد أنيس العولي نجا من محاولة اغتيال في ساعة متأخرة من مساء الأحد عن طريق زرع عبوة ناسفة في سيارته. وأكدت المصادر أن العبوة انفجرت وتسببت بدمار كبير للسيارة في الوقت الذي لم يكن يتواجد العولي داخلها أثناء الانفجار. نفذ العشرات من موظفي شركة النفط فرع عدن وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة المؤقتة عدن مطالبين باستعادة منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود. ورفع المحتجون لافتات تطالب المحكمة بالنظر في القضية المرفوعة من قبل شركة النفط بعدن ضد المستأجر لمنشأة كالتكس، مؤكدين على ضرورة إصدار قرار بفسح عقد التأجير وإلغاء التحكيم الصادر مؤخرا، مؤكدين مواصلة التظاهر وإقامة الوقفات الاحتجاجية حتى استعادة منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود. نطالب لاستعادتها من ضمن أصول شركة النفط لكي تعمل في مسار الوطن والمواطن. فاستعادتها يعني اعتبارا عبر النظم واللوائح والقانون، فأردنا هذا. احنا اليوم ما زلنا في المرة السابعة التي على التوالي التي نأتي بنقاباتنا وعمالنا وموظفاتنا إلى إمام البوابات المحكمة للمناشدة والإفتاء في الحكم فيما هو صالح لشركة النفط والوطن والمواطن. وقفتنا السابعة طالب المحكمة استعادة منشأة كالتكس، ونحن أمام محكمة عدن الآن نطالبهم ونطالب الحكام أن يقوموا بإنصافنا. نطالب باستعادة المنشأة لأن أصولها ما زالت موجودة ملكية لشركة النفط، ما زالت أصولها وملكيتها موجودة، الوثائق موجودة أنها ملكية شركة النفط. وكيف تعطي المحكمة حكم لهم وهم كانوا مؤجرين لنا من عندنا لها سنوات طويلة، هم كانوا مؤجرين من شركة النفط، كيف المحكمة تحكم لهم؟ قررت 4 منظمات دولية عاملة في مجال الإغاثة مغادرة محافظة الضالع عقب 24 ساعة من هجمات استهدفت مقراتها. وقالت مصادر حقوقية إن منظمات أكندا وإنقاذ وأكسفام وتنمية المرأة بدأت بإخلاء مقراتها وتجميع موظفيها العاملين في الجانب الميداني في مناطق المحافظة إلى جانب البدء في ترتيب أوضاع الموظفين التابعين لها. وأوضحت مصادر محلية أن الهجمات 4 على مباني المنظمات الطبية في محافظة الضالع لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، لكنها أحدثت أضرارا بالغة في المباني. في موكب جنائزي مهيب شيع اليوم جثمان كوكبة من الشهداء الأبطال الذين استشهدوا أثناء أداء الواجب بعبوة حوثية ناسفة، وفي مقدمتهم الشهيد القائد عيبان قعشة قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة، والشهيد البطل إبراهيم العرشي، والشهيد البطل علي قعشة. هذا وقد أقيمت مراسم تشييع رسمية بقيادة الشرطة العسكرية، ومن ثم نقل جثمان الشهيد عيبان ورفاقه الأبطال إلى مقبرة الشهداء جنوب مدينة مأرب. حضر التشييع رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي وعدد من القيادات العسكرية وجمع غفير من المواطنين. لماذا تسعى الميليشيات الحوثية إلى فرض ريالها الإلكتروني وعملتها الافتراضية بديلا عن العملة الوطنية في سوق التداولات المالية؟ نتابع.
سحب الطبعة الجديدة من العملة إجراء كارثي وجريمة جنائية تمضي الميليشيات الحوثية في تنفيذها بحق ملايين اليمنيين في أكبر جريمة معلنة ومنظمة في تاريخ النصب والنهب والسلب والاحتيال. كما أن الريال الإلكتروني كذبة كبرى، أسوأ ما فيها إنها تأتي من ميليشيات متحجرة ما زال على جلدها جلد من غبار الكهوف، وقد كان الأحرى بها ألا تلطخ عصر الإلكترونيات والتكنولوجيا الصناعية بذرات من ذاك الغبار. تنصب الميليشيا الحوثية عبر ما أسمته الريال الإلكتروني فخا كفم أفعى لأموال المواطنين، مستخدمة من هذا الوهم صك عبودية مالية واسترقاق اقتصادي للإنسان في بلد يعاني كارثة اقتصادية هي الأسوأ عالمية، حيث يأتي العام الخامس والكهرباء في حالة انقطاع تام. أضف إلى رداءة خدمات النت والاتصالات وتخلف الخدمات المصرفية والبنكية، فهل للريال الإلكتروني في بلد كهذا من سبيل؟ سحب العملة الوطنية من فئات الطبعة الجديدة خطوة تسعى منها الميليشيات الحوثية إلى تجفيف سوق التداولات النقدية من العملة المحلية القانونية، لتجد في انقطاع سيولة الريال اليمني ما تراه مبررا لها في فرض الريال الإلكتروني بديلا إجباريا في سوق التداول المالي. والريال الإلكتروني في ظل ميليشيا الكهف أكذوبة مالية وطعم صيد حرام، كما أنه لا يغني ولا يسمن من جوع. ويؤكد خبراء الاقتصاد إن الغرض منه مجرد نهب أموال الناس بالباطل وبيعهم السراب الإلكتروني. ناقش وكيل وزارة الشباب والرياضة المساعد لقطاع الشباب الدكتور منير لمع مع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو برامج العمل المشترك بين الوزارة والمحافظة والهادفة إلى معالجة أسباب توقف العمل في حزمة المشروعات الرياضية بالمحافظة. جرى خلال اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة محسن سنان الاتفاق على برامج الأعمال المشتركة بين الوزارة والمحافظة وتحديد التدخلات لكل منهما في استئناف واستكمال البنية الأساسية والمشروعات الرياضية المتعثرة بمدينة عتق. وكشف لومع عن توجه الوزارة في إطلاق أعمال استكمال ما تبقى من مقومات مشروعي ملعب الفقيد الخليفي والصالة الرياضية بالمحافظة مطلع العام القادم. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. وزير الخارجية يؤكد أن ميليشيا الحوثي غير جادة في السلام وينفي وجود أي مباحثات سرية معها. إصلاح البعث يطالب بإظهار التفاصيل الكاملة لجريمة مقتل الحمادي ويندد بالحملات الإعلامية المضللة. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله.